قال وإسناده على شرطهما، على شرط من؟ على شرط البخاري ومسلم. وسبق معنا أن البخاري رحمه الله يلتزم في الرواه بأمرين، ما هما؟ المعاصرة وثبوت اللقيا، أن يكون الراوي عاصر الراوي الآخر والتقى به. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه يشترط المعاصرة ويقول مع إمكانية اللقاء. ولذا كان الإمام البخاري رحمه الله كان كتابه أصح من كتاب الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث على شرطي البخاري ومسلم، بمعنى أن هؤلاء الرواة إما أن يكونوا على شرط البخاري بتوفر الشرطين، أو على شرط الإمام مسلم، وذلك بوجود المعاصرة وإمكانية ثبوت اللقيا. والإمام البخاري ومسلم رحمهم الله لم يخرج كل حديث صحيح، فلم يذكر في كتابهما كل حديث صحيح على هذه الشروط. ولذا أتى الحاكم فاستدرك، قال أستدرك على البخاري ومسلم، فقال إن هناك أحاديث على شرطهما ولم يخرجها. والصحيح أن يقال بأن هذين الإمامين لم يخرج كل حديث على شرطيهما حتى لا يطول. والأمر الثاني أن ما ذكره الحاكم رحمه الله لم يوافقه عليه كثير من العلماء، ولذا فإنه استدرك عليهما وقد استدرك عليه العلماء في استدراكه.